السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم شوربة القرع. جبت وحدة قرع قسمتها من النص لأنها حبة كبيرة، اللي بحب يعملها كلها كمان ما في مشكلة. قطعتها مكعبات، وبصلة صغيرة قطعتها مكعبات صغيرة، وكاسة مي وكاسة حليب وملح وفلفل أسود. بدنا نبلش نحطهم على الغاز ونشوف شو بدنا نسوي فيهم. زي ما انتم شايفين حطيت البصل، بدي احط معلقتين ثلاثة زيت زيتون، بنسفحهم شوي. بدنا نسفح فيهم لحد ما يستوي البصل شوي. استنينا على البصل شوي قبل ما شوي يتدبل. بدي احط القرع عليه، بغطي وبستنى عليه عبين ما يستوي البصل هو والقرع، بعدين ان شاء الله بنرجع بنكمل معكم. هيك بعد ما شوية تسطحت بدنا نحط لها نص معلقة ملح، نقطة فلفل اسود تقريبا ربع معلقة حسب الرغبة، وبدي احط لها كاسة مي. نتركها لحد ما تستوي، وهيك بعد ما استوى القرع بدنا نحطه بالخلاط. ندير عليه كاسة حليب ونخفقه، ارجع لكم ان شاء الله. بس بعد ما خفقته بالخفاقة بدي ارجعه للطنجرة اخليه يغلي شوي. اذا شفتيه جامد ممكن انك تزيدي مية، بدي ازيده كمان نص كاسة. وهيك صارت بعد ما زدتها شوية مي، واذا بتحبيها تكون اخف ممكن تخففيها، بس هي هيك كتير منيحة. بدها ملح برضو بتزيديها عادي، نتفة ملح نتفة فلفل اسود على حسب ما انك انت بتحبي طعمها كيف يكون. وهيك بتكون خلصت الشوربة، وان شاء الله بتعجبكم. صحتين وعافية.